باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.